زيزو عبده انا عايز اعرف فيه كام في جيب حضرتك دلوقتي؟ لا 3.5 جنيه ده حقيقي. طب ليه بيتقال عليكم طول الوقت ان انتم ممولين وتحصلوا على تمويلات من الخارج لخيانه الوطن؟ يعني هو امر مدعاه للسخريه، قرار بائس زي كل القرارات الثانيه. السلطه دي والسلطات اللي قبل كده لابسها عفريت اسمه 6 ابريل بيتم وقد هذه الحركه واقصاء كل الاصوات المعارضه، وبالتالي ده من خلال التشويه المستمر وعدم الاستناده على اي ادله او قرائن حقيقيه تقدم الى المحكمه او الى النيابه، وبالتالي شايفين ان احنا صداع في راس كل الانظمه الفاسده او الظالمه او المستبده. عايزين تنهوا دور الحركه، قيموا دوله العدل والحريه والكرامه. شريف الروبي معلش، طول الوقت بيتقال عليكم بتتلقوا تمويلات تمويلات تمويلات، انا عايز اعرف في كام في جيبك دلوقتي؟ يعني انا في جيبي 35 جنيه او 37 جنيه، بعيد عن فكره التمويلات. يعني انا بسال الاجهزه الامنيه او الاجهزه السياديه المخابراتيه في مصر، هو لو في فلوس بتدخل من الخارج لتعبيل او لاي حركه شبابيه او لاي نشاط سياسي او لاي جمعيه حقوقيه او جمعيه تنمويه خارج نطاق الامن القومي والمواثيق والمعاهدات الدوليه اللي ماضي عليها مصر وخارج وزاره التضامن الاجتماعي، ليه انتم ما بتقبضوش عليه؟ انتم بقالكم 3 سنين او 4 سنين بتقولوا ان 6 ابريل مموله، ولحد النهارده ما فيش اي حد داخل السجون المصريه من حركه شباب 6 ابريل بجابها ليها فيما يخص التمويل. كل اللي موجود احمد ماهر ومحمد عادل في قضايا دعوه للتضامن. استاذ سيد صبحي، حضرتك محامي حركه 6 ابريل، انا بس في سؤال في الاول، عايز اعرف فيه كام في جيب حضرتك؟ في كام في جيب حضرتي؟ كام فلوس يعني معاك كام دلوقتي؟ 27 جنيه وفكه كده. طب ايه بقى موضوع التمويلات اللي بيتقال عليكم ان انتوا حركه مموله من الخارج وخونه وعملاء ضد الوطن؟ يعني لو في تمويلات او في عماله او خيانه للبلد، اظن المفروض ده يتكلم فيه القضاء ويتم توجيه اتهامات لينا رسميه، انما الاتهام الوحيد اللي اتقدم لينا هو في عهد المجلس العسكري، واظن اتبرأنا فيه قدام الناس كلها. اتبرأتوا ازاي؟ اتبرأنا من المحكمه رسميا لما طلعت التقرير بتاعها عن المنظمات اللي اخذت التمويلات اللي كنا متهمين فيها. بعد المجلس العسكري طلعت الامريكان اللي هربوا بره، طلعت اكتر من منظمه واخذت اجراءات تجاهها، وطلعت الامريكان وهربوهم وما جابوش سيرتنا وبرؤونا رسمي. اي حد بيتكلم عن التمويل او عن التخابر او عن العماله قدامه القضاء، لو في حد معاه دليل علينا يتفضل. اغلب عاداته. امال بتصرفوا على المطبوعات والبنرات والكلام ده منين؟ هو مجهود ذاتي، يعني هو بيتم ان هو بنجمع اشتراكات من الاعضاء. كامل الاشتراك؟ هو مجزأ، في جزء للطلبه وفي جزء للناس اللي هي الخريجه او بتشتغل، وهو اشتراك عيني يعني مش كام؟ يعني للطلبه 10 والشغالين 20. احكي لي بقى انتوا يعني ظروفكم النفسيه عامله ازاي يعني بعد ما الحركه اتحظرت؟ الحمد لله، يعني ما شاء الله كل داخل بيضحك مستهزئ بالقرار، ان هو على اي سند استندوا للقرار ده ان 6 ابريل حركه اتحذرت، وعلى اي حاجه 6 ابريل مش مقننه اساسا عشان ما فيش قانون يعمل الحركات دي. بعدين بيضحكني قوي ان هو بيتقال علينا ان احنا جماعه ارهابيه، مع ان احنا نزلنا ضد الجماعات الارهابيه وضربنا عند المقطم وضربنا عند بيت وزير بيت مرسي في التجمع الخامس. التجمع الخامس لما عملنا اشهر فعاليه كانت اسمها فعاليه البرسيم، كانت 6 ابريل، حطينا له برسيم قدام بيته. نزلنا جمعنا 2 مليون ورقه تمرد.